فضل كل انو هلا مين ضل كيف ضل؟ ضلوا 3900 من 120000 حاله حرب ارهاب. انا بقول لكم هلا عشان ما حدا يفكر انه بيزاول حدا، انا كمان اكون بنفس الظروف وعندي اولاد انا بهاجر، كناش في شك في الموضوع. عندك ناس عندك مسؤوليه من ال 120000 في يافا والمنطقه اللي حواليها بقيوا 3900، وين بقيوا؟ بكل محل، بالبلد القديمه، بالاحياء الشرقيه، بالمنشيه، بالعجمي، هنا عيله هنا عيلتين، هذا دعم. هلا مين ضل؟ مش انه الناس كانوا هذول اكثر ابطال، لا، هذا تعور ابوه انحشر معاه بالمستشفى، ضل. هاي ضاعت من اهلها، هم طالعين ضاعوا، ضاع بيا، هذا تعور، هذا صار معاق، هذا مش قادر. في ناس مثلا انا عملت معهم مقابلات نزلوا على المينا، انت بتتخيلوش مشهد التهجير نفسه، عندك عشرات الاف الناس، عشرات الاف، المينا مينا صغير، السفن سفن صغيره، بتقدرش تاخذ الكميات هاي، شو بيصير؟ الناس كلها خايفه، بيوضع صعب عاد. السفينة اللي بتاخذ 10 بتاخذ 30، في ناس غرقوا بالبحر ما وصلوش على محل. زي كل محل، زي كل محل، زي ما هلا ما بصير مع السوريين، زي بكل محل، الناس خايفة، الناس خايفة.